ان شاء الله غدوه حي ان شاء الله الاولاد يعملوا حاجه وكيما اخويا كيما برج ليه الروح نتاع العيدوني برج ليه اللي كان سلكي بالروح نتاع العيدوني باذن الله اخويا اثنين بلاش نخرجوا رابحين وشيخين ومره جايه ميساج مع فرنسا تسترجل معنا تعطينا نيون نتعداو دور نهائي وهذا اخويا انجاز تاريخي لتونس ان شاء الله غدوه حي اخويا ان شاء الله في المكتوب الربح وربي معانا وان شاء الله ربي ينصرنا وذكر واحد شيقول عجبتني نتاع قال لي مال الجمهور يا بابا عند النصور يا بابا ان شاء الله مربوحه لتونس ضد استراليا ونحبهم يلعبوا كيما عملت ضد الدنمارك وبالاخص العيدوني لازم يلعب بالقدي نفس الريتم اللي لعبنا به المره فاتت ضد ماتش الدنمارك وان شاء الله مربوحه وحسب توقعاتي انا 2-1 لتونس ان شاء الله مربوحه غدوه كونتر استراليا ان شاء الله نربحوا بسكور 2-1 وان شاء الله يهبط من البريمير ميتون يهبط حنا بعد المجبري ويبدل التكتيك شويه وان شاء الله نربحوا وان شاء الله ديفونس يكون اغريسيف كالعاده وان شاء الله نلعبوا بالقليب وان شاء الله مربوحه ان شاء الله حتى 3-1 نجموا نربحوا ان شاء الله معنا ربي وان شاء الله يربحوا على الاقل واحد بليش على الاقل ان شاء الله مربوحه ان شاء الله ربي معانا وان شاء الله المره اللي فاتت لعبنا ما ان شاء الله نلعبوا مخير وان شاء الله مربوحه 3-1 2 بليش ان شاء الله مربوحه وان شاء الله يدوني يكور بالقدي ويماركينا المره اللي فاتت وصل بس يفرحنا ومن بعد قص علينا ان شاء الله المره هذه يفرح الماتش اللي فات لعبنا كره مزيانه عندنا برشا ما شفناش المنتخب بيلعب التكوير هذيك فهمتني وبالرغم من تظلمنا خاطر حلوها بلاتيات اصحاح فهمتني وان شاء الله ان شاء الله غدا يفرحونا ما دام نحن الشعب خويا بالزيادات كل يوم بالزيادات كل يوم عندنا بارتي كوره على الاقل تفردوا فيه غدا بسك الحانوت على زال الماتش احنا بدو جو واحد بحق تو بسك الحانوت على الاقل على جال الماتش وان شاء الله يفرحونا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي عدونا بارتي بيه وفرحونا تونسية تونسية معاك ربي ولي بيه تونسية تونسية معاك ربي ولي بيه مربوحة 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 كأس العالم قطر 2022 الحياة فين في قلب المونديال أخبار نتائج تحاليل وتصريحات قطر 2022 الحياة في المونديال